مدارس الحرمين الرائعين والذين أبدعوا كثيرا وتألقوا كثيرا في الاسكتش الذي عرض. الحاضرون والحاضرات، ما كنت أرمي في المياه مشاعري حتى أصوغ دوائرا في الماء، ما كنت أهدي للرياح قصيدة كيف تخفت النجوى مع أصدائي، ما كنت ما كان الكلام ولم يكن شعري كبعض مشاعر الشعراء، كان احتدام عواطف جياشة خلف الضلوع لفرحة ولقاء الحاضرون والحاضرات. للفقرة القادمة بداية، الجمهور ينقسم إلى فريقين، فريق الرجال، فريق الذكور، أحفاد آدم، أنصار آدم، أنصار الرجال، والفريق الآخر الفريق المنتصر لحقوق النساء، حفيدات حواء. أعتقد أن الغلبة ستكون لحفيدات حواء. هي مناظرة، مناظرة بين آدم وبين حواء. بسم الله. الإخوة أنصار آدم لا تخذلوناش، حفيدات حواء لها تواجد وتواجد قوي، لذلك ستبدأ المناظرة. الطالب حذيفة والطالبة وسيلة، الحاضرون. حرام على شخصي عندي لقي نفسي، بالصباح دراسة وبالنهار مذاكرة وبالليل مذاكرة، وبالأخير أنتي عاد تزوجي وتجلسي في البيت تطبخي وتغسلي وتصبني. من قال لك هطلع على الأولى وأنا أحسن بالعلم والعمل وحتى بالسياسة؟ أها، أنت يا من جئت كي تتعلمي ودهوك حلمك أن تكوني معلمي، أحرى لك أن تنحنين تأدبا تستنيني قبل أن تتكلمي، أو قد نسيت بأن عقلك ناقص وإذا النساء نسيت أنك تنتمي. والله إذا بلغت علومك للسماء سقينا أنت في حناني تحلمي، هل جئت تعرضي في الألامات البشرية أم جئت يا وجه الغراب لتفهمي؟ لا غير أن تتعلمي ما يحلو لي، لا غير أني بهواك متيم. سمعت اليوم معتوها ينادي بأن العلم عار أو تمادي، وعار البنت في عيب أراه، وليس العلم عار يا حمادي. يقول الذكر إن العلم فرض، وفرض الله زاد للعباد، وحوالها يا قوم حق، كفاك اليوم يا آدم تمادي. فلا تستصغرن عظيم شأني، دع الأيام تحكم والأيادي، فضل نفسا وإلا مت قتيلا لأوهامك، فضل نفسا وإلا مت قتيلا لأوهامك فتغدو كرما. هل تعرفون سبب بطالة آدم؟ هل تعرفون سبب بطالة آدم؟ إن السبب هي حضرة السنيورة تفوز في كل الوظائف حواء، في كل حقل أصبحت مذكورة، فالسر ليس مؤهل وشهادة، السر يكمن في الجسد والصورة. تبا 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 لها حواء، لماذا خرجت من بيتها مع أنها مذكورة؟ إذا كان رب الملك لم يعطيها سوى نصف عقل هي به مبهورة، وتريد أن تصبح لآدم ندا تحلم بأنها في الزمن مستورة. مهما يقول فليقتنع وليعلم أن البطالة في دمه المحفورة،
وإن كان فاشل ليس ذنبي يا بشر، إن السبب في نفسه المقتولة. ما كان شغلي للوظائف في جرمي أو كان فوزي في علمت المحظورة، سأكون أنت رغم أنفك فاصطدر وأحقق لك. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب، التعليق، مشاركتك مع الأصدقاء. لكي يصلك كل جديد اشترك الآن على قناتي في اليوتيوب المحترف إب. متابعة وتسجيل البرامج المهمة عبر القنوات الفضائية. لتسجيل ونسخ برنامجك اتصل بنا على الرقم التالي 00964704576، مندوب قناة اليمن الفضائية، قناة سبأ الفضائية. المحترف للإنتاج الإعلامي والتلفزيوني، العنوان اليمن محافظة إب، المدينة القديم الباب الكبير. للحجز تلفون 37045576، ثابت فتح الخط 04416448.